طب حضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، كابتن هاني هنروح للشاشة مباشرة عشان نشوف النواحي الفنية في هذه المباراة. تفضلوا محمدين. فانت بتتكلم على طبعا بتتكلم على ماتش بكره مهم، واحنا اتكلمنا حتى وشرحنا ان هو بكره الفرقه بتلعب ازاي، وبكره فرقه اوراوا الياباني ازاي هتقدر انها تلعب قدام النادي الاهلي. يمكن هم بيلعبوا بطريقه 4-2-3-1، ولكن لما بييجوا يرتدوا دفاعيا بتبقى 4-4-2. يمكن عندنا حاله في الارتداد الدفاعي اللي عملوه خلال الفتره اللي فاتت وخلال مباراه ليون او مانشستر سيتي، هم عندهم مشكله في الارتداد، بيرجعوا انت قدامك على الشاشه ان هم راجعين بشكل صحيح، ولكن دايما بيحصل شكل عشوائي اول ما اللعيب او الجناح سواء بيرسي او بكره او حسين او ايا كان اللعيب يدخل ليه منطقه الجزاء، بتلاقي دايما في عشوائيه في اتخاذ القرارات بالنسبه لدفاعات فريق اوراوا، ودايما بتلاقي فيه اخطاء، وده شفناه حتى في مباراه السيتي والهدف الاول اللي سجله بهدف ذاتي عن طريق المدافع طبعا اللي موجود في فريق اوراوا. وانت دايما وانت بتهاجم فريق اوراوا ما تحاولش دايما انك انت يعني تخلص من الكوره، لا انت ممكن توصل تفتح الملعب بشكل كبير جدا. ممكن بص يا كابتن الصوره قدامك، انت بتتكلم في انت لو بصيت على الشكل هتلاقي في عدد كبير جدا من اللعيبه، 8 لعيبه راجعين، وده الطريقه الانسب 4-4-2. بتتكلم في الطريقه بالنسبه له 2 لعيبه موجودين في وسط الملعب بشكل طبيعي جدا، ولكن لما الصوره حتى بعد كده لما الجول ده بيكمل والناس حتى شافته هتلاقي يا كابتن الاربعه اللي بره لما دخلوا لجوه دايما في عشوائيه ما بينهم كلهم، ودي صوره تانية معانا لفراغ وسط الملعب عند فريق اوراوا، عنده مشكله خطيره جدا ودي بتواجهه لو بكره النادي الاهلي استغل الاستحواذ على وسط الملعب وان هو يباصي الكرات اللي احنا كنا بنتكلم عليها. عشان كده هنا دور قفشه تحديدا، قفشه وكوكا. لا هات لي الصوره اللي فاتت لو سمحت يا شباب، الصوره اللي فاتت، لا اللي فاتت اللي هي اللي في نص الملعب فاضي، لغايه لما يجيب لنا الصوره دي انا بقول لك هي دي الصوره يا كابتن هاني اللي تقول انه لازم يكون عندك واحد واقف في الحته دي. الله ينور، لازم حد بيلم الكوره بمعنى اصح بلغه الكوره، حد بيقدر يطلع الباص بشكل صحيح. ده هدف ده هدف للسيتي في مرمى اوراوا. الدايره اللي في النص يا كابتن فاضيه تماما، الجول الثاني ده الجول الثاني فاضيه تماما 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 بالنسبه لفريق اوراوا. وعندهم كابتن نفس المشكله في الارتداد، بص حتى هم راجعين متاخرين بشكل كبير جدا. بتتكلم كمان في الحته دي، انت لو عندك لعيب بيقدر يباصي بكره التمرير الطولي يضرب خط الدفاع ده اعتقد هيكون مناسب جدا لفريق النادي الاهلي بكره. بتتكلم حتى ان احنا محتاجين السرعات في الخط الهجومي، عشان كده انا بميل اكتر لثبات التشكيل الهجوميه، لان التشكيل ده شحات او بيرستاو، شحات بيرستاو الاثنين عندهم سرعات بشكل كبير جدا يقدروا يشكلوا خطوره على دفاعات اوراوا. تمام. طيب فرقه اوراوا هي بتلعب زي ما قال محمد جمال فرقه طريقه 4-2-3-1، عندهم مشكله وعيب خطير جدا في الطلوع بالكوره دايما وابدا، اي حد يضغط عليهم بيشتتوا الكوره، ما عندهمش الصبر على بنى الهجمه، اللعب تحت ضغط ده مش موجود عندهم، ففكره الضغط العالي عليهم ممكن جدا تغلطهم وتقدر ان انت تستخلص الكوره وتسجل هدف مبكر. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه الخاصه بفرقه اوراوا، اوراوا بيلعبوا في الكره الهجوميه على كوره مشهورين بيها جدا، سجلوا بيها هدف في مباراه كلوب ليون في المباراه الاولى ليهم في كاس العالم للانديه، وسجلوا بيها هدف في مباراه اياب نهائي دوري ابطال اسيا امام الهلال السعودي، اتعادلوا ذهابا في السعوديه 1-1 وكسبوا في اليابان 1-0 بالجول اللي احنا هنشوفه دلوقتي. الخطه بتاعتهم او الطريقه بتاعتهم في بناء الهجمه مبنيه على اساس اللعب في انصاف المساحات، المساحه اللي بتكون ما بين قلب الدفاع السنتر باك والباك، يعني مثلا المساحه اللي ما بين عبد المنعم ومعلول، او المساحه اللي ما بين ياسر ابراهيم ومحمد هاني او اكرم توفيق. ده هدف مباراه الهلال السعودي في مباراة النهائي. الكرة كانت كرة طويلة، اللي هتلاقي اللعيب اللي هو موجود ناحية الشمال، الهجمة من ناحية الشمال، هتلاقي هو بيكمل في المساحة دي في ظهر المدافعين وبيحط الكرة بالعرض بالهيد وبتسجل هدف. ممكن دي كانت الكرة ثابتة شوية، هتوضح أكتر لينا نفس الطريقة في بناء اللعب في أنصاف المساحات الكرة الطويلة من خلال الجول ده. ده الجول بتاع كلوب ليون، هم عملوها. هقول لحضرتك رقم غريب جدا، الفرقه دي لعبت 80 كوره طويله في الماتشين. 80 يعني كوره طويله، بص هنا بس مش بنفس الشكل، يعني هنا مثلا هتلاقي هنا الباك رايت لعب الكوره الطويله في انصاف المساحات، ده اللي احنا بنتكلم فيه ما بين الباك، ما بين السنتر باكين، او ما بين الباك والسنتر باك والباك ليفت، لعبها له ولكن هو ما قدرش ان هو يخلصها، ولكن كمله على الكوره، هتلاقي ان الكوره وقفت تحت رجله. هنا كانتي المهاجم ده هنتكلم عنه دلوقتي صلاحها لشالك اللي هو اللاعب الهولندي، قدر ان هو يسجل هدف. الكوره دي اتكررت 3 مرات بكور خطيره، وعلى مدار المباراه لعبوا 43 كره طويله بنفس الشكل. اوكي. وفي مباراه مانشستر سيتي برغم الضغط الكبير جدا والاستحواذ الكبير لمانشستر سيتي الا ان هم لعبوها 37 مره. طبعا مش بنفس الشكل، ولكن في النهايه قدروا ان هم يخلقوا منها فرص. ده كانت اللي احنا بنتكلم عنه المهاجم. المهاجم ده برضو عنده ميزه ثانيه، هو دايما
بيضغط على الحارس. اتكررت مرتين في ماتش مانشستر سيتي، الكرة هنا رجعت لإيدرسون، ضغط على إيدرسون وكاد ان هو يكلفه، لو ان هي الكرة خبطت فيه ورجعت في ايد إيدرسون. بعدها بدقائق بسيطة اتكررت نفس اللقطة، إيدرسون برضو مستني حد يظهر له ويبني له اللعب، ضغط عليه وكان عنده من القوة ان هو يضغط. اللاعب ده لعيب غيني عنده 33 سنة، يعتبر من هدافين الفرقة، انضم ليهم السنة اللي فاتت، واحد من المهاجمين المميزين. هنستعرض دلوقتي ارقام الاثنين لعيبة اللي عمل الاسيست في مباراة كلوب ليون، وهو كانتي المهاجم بتاعهم، وشالك اللي هو اللي عنده 31 سنة الهولندي اللي سجل الجول ده. احنا بنتكلم فيه جوزيه كانتي، لعيب غيني عنده 33 سنة، طويل جدا في العاب الهواء، 184 سنتي، سجل 4 أهداف في 5 مباريات الموسم ده، اتلعب 6 مباريات بس، هو شارك في 5 مباريات منهم وسجل 4. ده بالنسبة لجوزيه كانتي. والموسم الماضي كان مسجل 8 أهداف وأسيست وحيد في 24 مباراة من إجمالي 34 جولة للدوري الياباني. اللاعب الآخر وهو شالك، وهو اللاعب الهولندي الجناح اليمين، ويقدر يلعب فيرو برضو، ولكن هو بيلعب على الجناح أكتر معهم خلال الفترة الأخيرة. أليكس شالك عنده 31 سنة، طوله 171 سنتي، مش طويل، عشان كده دايما بيتطرف وبيلعب على الجناح. في الدوري شارك كبديل في مباراتين، وفي دوري أبطال آسيا شارك في مباراة زي ما قال محمد جمال في الأول، إن هم خرجوا من دور المجموعات في قبل دور المجموعات في دوري أبطال آسيا. الموسم الماضي لعب 7 مباريات في الدوري، سجل هدفين وصنع هدف. هو بدأ السنة دي شوية يبدا يدخل واعتمد عليه في مباراتي مانشستر سيتي وكلوب ليون في البدايه. باختصار الفرقه دي فرقه تضغط عليها، تحاول انت تستخلص الكوره باكتر اسرع وقت، انت هنا بتنصح ان احنا ان بكره يبقى هناك ضغط هاي بريشر بالظبط، عكس مباراه فلومينينسي لما احنا قلنا ان احنا لا اخر الضغط، لا النهارده انت قصاد الفرقه دي اضغط عليه. وعشان كده انا كنت متفق مع كابتن هاني في فكره التغيير، انت محتاج على الاقل 3 تغييرات ينشطوا الفرقه، الحاله البدنيه تكون اعلى مع السرعات. لما فرق بتعمل عدد كبير جدا من الكرات الطويله، انت ممكن جدا تضغط 4-5 مرات ما تنجحش في الضغط عشان تستخسر تاخد الكره. فالكره الثانيه كمان مهم جدا، لان الكره الطويله اللي راحه ديت في اوقات كتير في المباراه اللي فاتت كنا حتى بنخسر الكره الثانيه، صح؟ فمهم جدا الكره الثانيه. وهاخد من كلامكم ان برضو انك ترجع للشناوي كتير، والشناوي ممكن جدا ما يكونش عنده وقت ان يعمل كنترول ويطلع الكره صح، دي كمان المفروض تقل، لان عندهم مهاجم بتقول انه بيضغط بقوه على حارس المرمى. فدي كمان جزئيات الناس قد بتشوفها حاجات بسيطه لكن مهمه جدا. يعني احنا متعودين خلاص دلوقتي الشناوي بيلعب برجله كويس، لكن ممكن جدا ما حطوش في موقف ان هو موقف يضغط عليه بشكل كبير ويسبب مشكله يعني. صحيح. واهم حاجه انصاف المساحات طبعا في الجزء الخلفي، لان هو هي دي الكوره المشهوره بتاعتهم، هم ناس مش بيلعبوا على البوزيشننج، هم هتلاقي نسبه الاستحواذ بتاعتهم حتى في مباراه كلوب ليون، يعني مانشستر سيتي ده استثناء، ولكن مباراه كلوب ليون استحواذهم كان 45% او اقل يعني بالظبط. فانت بتتكلم فرقه ما بتلعبش على الاستحواذ، بتلعب على ازاي ان انا اطلع بالكره الطويله باسرع وقت ممكن مستغل السرعات. جيمي قول لنا تشكيلك للنادي الاهلي، ومصطفى برده محمد مصطفى قول لنا تشكيلك للنادي الاهلي. بس حاجه اخيره بس يا كابتن، في اوراوا الباكين بتاعهم بيزيدوا، يعني انا ومحمد حتى قبل الهوا الباكين بتاعهم بيزيدوا بشكل كبير جدا جدا، مبالغ فيه كمان. دي نقطه من النقط، بيسيبوا مساحات كتير. بيسيبوا مساحات كتير. انا من وجهه نظري في تشكيله النادي الاهلي بكره، انا شايف ان احنا لو هنغير نغير تغييرين او ثلاثه بس، ممكن يكونوا محمد الشناوي حراسه المرمى، باك يمين محمد هاني، باك شمال علي معلول، اثنين في قلب الدفاع يكون عبد المنعم وياسر ابراهيم. انا شايف الاربعه يستمروا في تشكيله النادي الاهلي. وسط الملعب لو عايز تعمل تغييرات، انا بشوف ان لازم تبقي على امام عاشور، شايف ان ديانج ممكن يدخل بكره، شايف كمان ان قفشه يلعب عادي جدا هو امام على راس طبعا المثلث مع ديانج، وشايف الثلاثه بيرسي وحسين، ويكون موجود كهربا لو شارك بكره. انا شايف ان التغيير يبقى في تغييرين بس في وسط الملعب من وجهه نظري. لو عايز تضيف اكتر ممكن، او تغير اكتر كمان ممكن، تقعد امام عادي جدا وتلعب كوكا في وسط الملعب، ويكون كوكا وديانج وقفشه. شايف ان ده التشكيل بالنسبه لي هو الانسب للنادي الاهلي بكره قدام فريق اوراوا. انا شايف محمد الشناوي حارس مرمى طبعا، قلبين دفاع ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم، مع انه يكون اكرم توفيق في مركز الباك رايت عشان فكره المساحات وانصاف المساحات اللي بيلعبوا عليها، فدفاعيا اكرم اقوى من محمد هاني. ناحيه شمال علي معلول، وهنا هنزل ديانج في وسط ملعب عشان يقدر ان هو يسند برده في الحته الدفاعيه، وعنده قوه جسمانيه، وفي نفس الوقت المباراتين اللي فاتوا ما لعبش، فيكون عنده طاقه يقدر ان هو الورك ريت بتاعه يكون عالي في الملعب. جنبه طبعا مروان عطيه هيكون مالك في النص، وجنبه امام عاشور يبدا ان هو يوزع الكرات السريعه قدام كهرباء اكيد فرويد، ومع بدايه كريم فؤاد على حساب اما بيرسي تاو او حسين الشحات على حسب الحاله الفنيه للاثنين لعيبه. ممكن عشان حسين الشحات لعب المباراه كامله اللي فاتت، فممكن جدا كريم فؤاد يلعب المباراه دي مع بيرسي تاو، ولكن في حاله ان لو بيرسي تاو حالته البدنيه مش افضل شيء، ممكن جدا كريم يبدا يمين وحسين شمال، ولكن وجود اكرم في الباك رايت هيكون مهم، وجود ديانج كمان هيكون مهم، وكريم فؤاد طبعا في الناحيه الهجوميه هيكون مهم جدا.
نتمنى او هنشوف بكره الساعه 4:30 كلها اقل من 12 ساعه ان شاء الله او اكتر شويه ونصل ان شاء الله الى المباراه الثالث والرابع واستطيع النادي الاهلي ان يفوز في هذه المباراه. شكرا جزيلا يا محمد على وجودك معنا. شكرا محمد مصطفى. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا يا كابتن. شكرا نورتونا. شكرا جزيلا. اخيرا يا كابتن هاني معلش عشان الاهلي